السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومسرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، كلمة من 7 أحرف كلنا نبحث عنها، ألا وهي السعادة. ونجد السعادة في قوله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هنا السعادة. طيب التعاسة؟ التعاسة أكمل هذه الآية. قال الله جل جلاله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك، اسمع الله جل جلاله كيف يجيبه. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طيب أنا طفشان، أنا زهقان، وين ألقى السعادة؟ ألقاها في الحب والغرام، ألقاها في الدجة، ألقاها في الأغاني، ألقاها في الغزل. لا والله، أجل وين ألقاها؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه. قلوب آمين.